اهلا ومرحبا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى، جبت لكم معايا النهارده لعبه جامده جدا جدا. بصوا، تلاقي كوزماتكس بس على شكل مخبر، يعني ممكن احنا نستخدمها، هيكون العلبه باينه ان هي كوزماتكس يعني روش وميك اب وكده، لكن هي في الاخر اداه تجسس ليا انا وصحابي. واو، اللعبه جامده قوي 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 دي. تعالوا بقى نفتحها ونتفرج عليها مع بعض. بصوا هنا بقى، في جزء فيه مرايه كده محدش هياخد باله منه، في ورقه وقلم، ممكن نقعد نكتب كل التفاصيل بتاعتنا. اللعبة دي صالحة للأطفال فوق السن 8 سنين. هي علبة اي شادو، كمان الناس هتفتكر ان هي ايه علبة اي شادو، بس هي جوه بقى فيه دي لعبة المحقق، عشان نقدر ان احنا ناخد اكبر كمية من المعلومات، ونستخدم بقى الايه المراية الجامدة قوي دي عشان نعرف كل حاجة بتحصل ورانا من غير ما حد يعرف ولا ياخد باله ان احنا بنبص. ايه ده، الله، دي لعبة جامدة جدا من كوزموس. انا شايفه ان هي عجباني قوي قوي قوي، وشكلها فعلا فكرتها كمان جديده جدا. احنا الناس بتفتكر ان هي علبه ميك اب عاديه اي شادو وكده، تلاقي في الاخر يفتكروا يلاقوا بقى ان هي علبه ايه فيها ديتكتيف في حاجات المخبر، وان احنا نقدر ان احنا نجيب بيها معلومات كتيره قوي. الله، تعالوا بقى نفتح اللعبه دي مع بعض ونتفرج عليها بقى من جوه، ونشوف يا ترى ايه بقى المكونات بتاعتها، وفين شكل المرايه والورق اللي جوه ده. اوكي، زي ما قلت لكم صراحه اطفال فوق سن 8 سنين. وبعدين هنا بقى مكتوب معلومات كتير قوي عنها، ونشوف بقى هنا ايه بقى الورق اللي احنا نقدر ان احنا نسجل فيه كل المعلومات بتاعتها. اوكي، انا متشوقه ومتحمسه جدا. هنفتح بقى العلبه كده. واو، بصوا بقى، بصوا شكلها جامد قوي. هنا بقى، هنا في بقى اعضاء جمعيه كلهم المخبرين بتوع البنات، بيجيبوا بقى كل المعلومات دي بيحطوها بقى هنا، كل واحده فيهم بتسجل معلومه، وبيتعاونوا بقى كلهم مع بعض، وبيكتبوا بقى المعلومات كلهم اللي هم ايه عايزين هم يكتبوها. الله، ودي بقى هنا ستيكرز معاهم، شكلها حلو قوي الستيكرز الفظيعه دي. وبعدين هنا بقى كاتبه ان هي بتحب اصحابها، ودول بقى هم الثلاث صحاب الشله بقى اللي مع بعض، اللي بيعملوا عمليات اخباريه جامده جدا. بصوا معانا هنا بقى السوليتاب لونه بينك في العلبه الفظيعه دي، ومعاهم ايه تاني، بصوا هنا مكتوب ان احنا ممكن نستخدمه بقى كذا طريقه. طلعوا بقى كده. اوكي، هنا بقى دي العلبه اللي بقول لكم عليها، تحسوا ان هي اي شادو. هنفتحها بقى كده، اوريكم جزء المرايه وجزء الايه اللي فيه الورق، شكله جامد جدا. وهنا بقى ده الايه الاي شادو اللي بتاع الايه الرول بتاع الاي شادو، ممكن نحط بقى فيه قلم صغير، ده القلم بقى اللي بقول لكم عليه، نكتب بقى بيه في المعلومات. ونطلع بقى كده الايه، بصوا دي كانها ايه الاي شادو، نحطها كده جوه فيبان ان هي صوره بس، عشان ما نفتحها قدام حد ما حدش يشك. واو، فكرتها فعلا جامده جدا. بصوا هنا بقى القلم محطوط مع الورق، بنقعد بنكتب فيه بالمرايه، نقدر ان احنا نبص، وبنحط الستيكر كده من فوق علشان الناس ما تعرفش خالص ان دي علبه ديتكتيف. بصوا الورقه ايه نلزقها كده ايه. الله، دي فكرتها فعلا حلوه جدا جدا جدا، اللعبه الفظيعه قوي دي. انا عن نفسي عجبتني قوي، بليز بقولوا لي ايه رايكم فيها لما نقدر ان احنا نستخدمها. انا شايفه ان فكرتها فعلا جامده جدا. واو، بصوا هي دي الاستيكر اللي بقولكم عليها، بنحطها في اللعبه عشان تبين لي شكل الاي شادو. اوكي، هنحط بقى دي كده. اوكي، فكده هتبان ان هي اي شادو. واو، فكرتها بصوا في لون الاورنج، وتحسوا ان هي كمان ايه ممكن نحطها روج، فممكن نستخدمها تكون علبه ميك اب حلوه قوي. الله، انا عن نفسي عجبتني جدا جدا اللعبه الفظيعه دي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. بليز وريلي في الكومنتات ايه رايكم فيها، بليز ما تنسوش ان انتوا تعملوا ايه لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات عيب الاطفال. توحشوني يا اصحابي، باي باي.